السلام عليكم. أعتقد إحنا آخر قناة قررنا نسوي مراجعة للS20 FE بالعالم، ولهذا إذا تشوفوني صورت الفيديو بهذه الطريقة. لكن بصراحة اللي دفعني لهذه المراجعة 3 أشياء. الأول هو أنه عدد كبير من الأصدقاء طلبوا مني هذه المراجعة. والشيء الثاني، كمية هائلة من المقارنات اللي طلبوها الأصدقاء ما بين الS20 FE والشاومي 200T، وأيهما أفضل. آخر سبب وهو الأغرب برأيي، اختيار هذا الرجال اللي دشوفه وهو MKBHD، طبعا هذه من عشاق هذا الرجل وواحد من أهم التقنيين بالعالم، اللي اختار الS20 FE كأفضل جهاز بالعالم في 2020 كقيمة مقابل السعر. My MVP for 2020 smartphone of the year is going to the Samsung Galaxy S20 FE. ولهذا قررت أن أسوي هذا الفيديو حتى أجاوب على هذه الأسئلة ونسوي مراجعة صغيرة وسريعة عن قاتل الفلاكشيب من سامسونج في 2020، وهل هو فعلا قاتل الفلاكشيب لو جهاز عادي؟ هذا اللي راح تعرفوه بهذا الفيديو. مرحبا، أنا حسن من قناة تك تايم، وأهلا بكم في فيديو اليوم. طبعا راح ابدي بالجوانب القوية او الجوانب اللي جابتها سامسونج من فئة الفلاكشيب وحشرتها بالS20 FE، واهمهم الشاشة اللي برأيي من الاجمل والافضل بهذه الفئة السعرية. لكن قبل الشاشة لازم تعرف سعر الS20 FE حاليا باسواقنا اللي هو نقطة الجذب الاساسية بي، وهو $507 امريكي او 750,000 دينار عراقي. موجود يم الشباب بثري ستور بفروعهم بزيونة بشارع الربعي وبالمنصور بشارع 14 رمضان. أرقام الشباب راح تلقاها بصندوق الوصف إذا تحب تطلب الجهاز. فإذا السعر يعتبر بالFE أول جانب من جوانب الإيجابية، كل سنت راح تدفعه بالFE تحصل بمواصفات فلاكشيب كاملة. وإذا أنت تدور قيمة مقابل السعر اللي تدفعه وتريد جهاز كامل من سامسونج، أفضل خيار لك هو S20 FE. أرجع للشاشة، الشاشة بالS20 FE برأيي ممتازة جدا من كل الجوانب، محترمة جدا، ما أعتقد تحصل أفضل نهائي بهذه الفئة السعرية. استجابتها ممتازة لللمس بالألعاب، زوايا الرؤية جيدة جدا، الألوان ممتازة وتباينها ممتاز. شاشات سامسونج لا يعلى عليها بصراحة. الشاشة فلات وهذا برأيي ممتاز بدون حواف، وهذه النعمة. مقاس الشاشة 6.5 إن سوبر أموليد، تدعم لك HDR 10 بلس وإضاءتها ممتازة، ودقتها فل HD بلس وترددها 120 هرتز بالضبط، يعني مثل ما موجود بشاشات الاس 21. لكن الشاشة هنا بتقنية الـ LTPS، يعني السلاسة والنعومة بالانتقالات الشراقي، لكن الشاشة راح تحول ما بين تردد 30 أو 60 أو 90 هرتز بحسب المحتوى المعروض بطريقة آلية مو من عندك. لكن مرات وتحت الحمل القوي راح تحس الجهاز ينزل تردد الشاشة بطريقة غريبة مو بالوقت اللي انت تريده بسبب الحرارة من المعالج، وهذا المعالج راح أرجع له فد شوية بعد. وحتى أختصرها عليكم، فشاشة S20 FE من الخط الأول، أما العتاد الصلب والأداء S20 FE أيضا من الخط الأول، لكن من سامسونج بسلبياتها المعروفة. أقوى معالجات سامسونج في 2020 الإكسينوس 990 موجود هنا، عندك رام 8 جيجا وذاكرة 128 أو 256 جيجا من الطراز الأسرع UFS 3.1، معالج رسوميات من 11 كور أو نوا هو المالي G77، مدخل بطاقة الذاكرة الخارجية موجود بالجهاز، ولحد سعة 256 جيجا بايت تقدر تستخدمه وتخلي بياناتك. كل شيء تمام من حيث الأرقام، الأداء ممتاز وبأي لعبة تريد. أعرف هسا أنتم جدد تقولون الإكسينوس تعبان، الإكسينوس نعسان ومن هذه السوالف، لكن خلينا نصير علميين وعمليين. هذا المعالج أداء جيد مو ممتاز وما يتقارن بالسناب دراجون 865 وأقل منه ب 20%، واستهلاك البطارية أعلى من مثيلة من كوالكوم، لكن ينطي حرارة أعلى وتحسها مباشرة، لكن مو شي يخليك تترك الجهاز. هذا هو نفس المعالج الموجود بالS20 ونفس المعالج الموجود بالنوت 20 ألترا في أسواقنا، فلا تفكر نهائيا بهذا الموضوع. أداء الFE من الخط الأول بمعايير سامسونج ما راح تحس بأي مشكلة مهما يكون الحمل. جانب ثاني ممتاز بالS20 FE هو الصوت، عندك سماعتين ستيريو سبيكر معدلة من AKG العالمية للصوتيات، صوتها عالي وواضح ودقيق، البيز ممتاز مثل ما تشوفون بهذا النموذج. السماعات دقيقة جدا بتوزيع الصوت،
تقدر أن تعرف حتى اتجاه اللاعب المتوجه عليك في ببجي من السماعات وحدها، وهذه النقطة استغربتها جدا بجهاز رخيص من سامسونج. وطبعا هنا الرخيص رخيص نسبيا. أيضا الاتصال العادي الصوت بدقيق على طرفي الاتصال وواضح. البطارية هنا أيضا نقدر نعتبرها من طراز ممتاز، سعتها 4500 ملي أمبير، شحنها السلكي سريع بقدرة 25 واط، شحن لاسلكي بقدرة 15 واط، وعندك أيضا بالأف إي شحن عكسي 4.5 واط. هذه البطارية تمشيك يوم براحتك استعمال متوسط، لكن استخدام عنيف وشرس وببجي كم ساعة وكول أوف ديوتي فما أعتقد توصلك لأكثر من 4 ساعات 5 ساعات سكرين أون تايم. هذا الرقم الأربع أو خمس ساعات يعتبر رقم متوسط بامتياز، مو سيء صحيح لكن ما يعتبر قوي نهائيا. خلي في بالك أنه أنظمة الشحن اللي تستعملها سامسونج موجودة هنا، وهذه حركة نادر ما تلقاها أو صعب تلقاها بأجهزة بهذا السعر، ونشوفها دائما حصرية للأجهزة الفلاكشيب. الغريب أنه الجهاز بشحن لاسلكي وهو مصنوع من البلاستيك أو الجلاستيك، شلون سوتها سامسونج هذه أنا ما أعرفها، لكن هذا اللي شفته بالS20 FE وشغال تمام. طبعا كل هذه الميزات اللي قلت لكم عليها حاليا تلقاها فقط في سلسلة الاس والنوت اللي اسعارها اغلى بكثير من الS20 FE هذا. لكن حتى سامسونج تقدر تسوي لك هذا الجهاز بهذا السعر من هذه الفئة، اكيد اكو تضحيات او نقدر نقول عليها جوانب متواضعة سوتها سامسونج مو مثل اجهزتها الفلاكشيب. اوضح مثال على هذا الشيء هو التصميم والخامات اللي مستخدمتها سامسونج بالS20 FE. الجهاز يجي بظهر بخليط من البلاستيك والزجاج او جلاستيك مثل ما تسميه سامسونج. طبعا كلنا نعرف انه البلاستيك هو الاجهزة الرخيصة، لكن حتى هنا نوع البلاستيك والفينش بالتليفون ما تحسه رخيص او عادي مثل اجهزة سلسلة الاي والام. بالعكس اصدقائي، المسكة وتوزيع الوزن ممتازة، الظهر يجيك فينش طافي نوعا ما، ما يبصم بسهولة مثل الزجاج، الالوان جميلة وراقية خصوصا مثل هذا الاحمر الغائم العدي، واكو ابيض ووردي روز وهواية انواع، حتى اخضر نعناع اكو. الاطار قوي من الالمنيوم وليس من البلاستيك، والاطار لماع لمعة راقية جدا نفس الموجودة بالS20 الاغلى. حتى تصميم بيت الكاميرات مثل النوت 20، الحلقات حول كل عدسة بلون الجهاز نفس هذه الحركة شفناها بالنوت 20 مثل ما قلت لكم تلقاها هنا بالاف اي. الازرار قوية ومتينة موقعها ممتاز، وخلي في بالك رغم انه الجهاز مصنوع من البلاستيك لكن الجهاز مقاوم للمي والغبار بمعيار الاي بي 68، يعني تقدر تغمره بالمي لحد عمق 1 متر ولمدة نص ساعة كاملة بدون ما يتلف الجهاز. لكن من عيوب الS20 FE التصميمية هي الحواف حول الشاشة اللي صارت كبيرة وواضحة برأيي مقارنة بالS20 العادي. ايضا صح عندك بصمة سريعة تحت الشاشة لكن اوبتيكال مو سونارية مثل اللي تستخدمها سامسونج باجهزتها الفلاكشيب. هسا وصلت للجزء اللي اذكر لكم بعيوب الS20 FE الحقيقية اللي ما تخلينا نصنفه كفلاكشيب من سامسونج، وهي تتلخص بكلمتين: الكاميرات والتصوير. هنا الكاميرات متوسطة الى جيدة اصدقائي في احسن احوالها، لكن ما اقدر اقول عنها سيئة. لكن من تقارن كاميرات الاف اي ويا كاميرات الاس والنوت تحسها اقرب لكاميرات سلسلة الاي منها لسلسلة الاس. وطبعا هذا لازم تسوي سامسونج حتى تحافظ على السعر، رغم انه عندك 3 كاميرات بالظهر، عدسة اساسية وايد وعدسة الترا وايد، والعدسة الواسعة او الالترا وايد مأخوذة من الاي 71 مباشرة، قوة 12 ميجا فتحة عدسة 2.2، ادائها محير نوعا ما يخطي ويصيب بالاضاءة المتغيرة برأيي، لكن عموما لطيف. الالوان بسياسة سامسونج مشبعة جدا، اما العدسة الاساسية اللي تعتمد عليها فقوتها 12 ميجا اف 1.8، جابتها سامسونج من الS20 العادي، تدعم تثبيت بصري OIS وتركيز تلقائي سريع ثنائي وممتاز. الألوان المصورة بيها حادة وجيدة جدا، والدايناميك رينج بيها جيد، الصور وحتى الفيديوهات جيدة، تقدر تصور 4K بمعدل 60 إطار بالثانية، هذه حركة نادر ما تلقاها بتليفون بهذا السعر. هذا نموذج من تصوير الفيديو، دقة الـ 4K 30 إطار بالثانية، ثباتية زينة رغم أنه أنا دائما أمشي سريع نوعا ما. هاي العدسة الألترا وايد بتصوير الفيديو، ثباتية نوعا ما تروح،
هاي العدسة الزوم. والعدسة الأساسية خط أول بصراحة، لكن العدسة الألترا وايد والعدسة التليفوتو اللي قوتها 8 ميجا تدعم لك زوم بصري 3X وزوم رقمي 30X لا تستخدمها أحسن لك مثل ما تشوفون. رغم أنه بيها تثبيت بصري وتركيز تلقائي سريع، لكن قوتها الضعيفة تخلي الصور من تسوي زوم تحسها سوفت تماما والتفاصيل رايحة. لكن هذه العدسة تنطيك بوكيه محترم أو لايف فوكس على طريقة سامسونج. هسا أنت تقولون هذا الكلام جيد والكاميرات جيدة، لعد ليش صنفتها بالجزء المو فلاكشيب والعادي؟ وبصراحة السبب هو كاميرا السلفي بالS20FE. احنا عايشين بعصر السوشيال ميديا، فيس وإنستغرام وسناب شات، هذه التطبيقات تهم الشباب جدا، والشباب هم اللي يهتمون بهذا الجهاز. كاميرا السلفي هنا أنا أقدر أقول عنها بأمانة سيئة جدا. تصوير سلفيات الفيديو بالS20FE العدسة تكون زوم ده أكثر، أما بالفوتو فعنده خيارين، هو الزوم العادي. لاحظوا الديناميك رينج هنا أنا تقريبا ضايع بالS20FE، يعني عدسة السلفي بالفيديو مو من الأفضل نهائيا. ولا تغرك الأرقام 32 ميجا وهيك شيء، هذه الكاميرا هي نفس الموجودة بالأي 71 تماما. وهنا أنا لازم تعرف شيء، أنا من دا أقول سيئة فقصدي سيئة بجهاز سعره $500. الألوان بها مو قوية، التفاصيل تحسها شبه ماكو، حتى الديناميك رينج بها ضعيف مثل ما تشوفون بهذه النماذج. رغم أنه هي تقدر تصور 4K بمعدل 60 إطار بالثانية، لكن بتثبيت رقمي بس. نجي هسه للجواب السؤال الأهم، أختار S20FE لو 200T؟ وبصراحة وباختصار، إذا أنت إنسان عادي وعملي وتريد تليفون كل سنة تدفع بي بمكانه، أخذ الأس راح يتفوق بكل شيء على 200T باستثناء المعالج. الشاشة بالأس أفضل، الصوت أفضل، العدسات اللي بتظهر بالS20FE أفضل، السوفت وير مستقر أكثر، تحديثات الأمنية تستمر وياك سنوات أطول، البطاريات متقاربة بين الجهازين وتقدر تهمل الفرق بيناتهم. لكن إذا أنت عاشق للجيمينج وتليفونك هو سلاحك في PUBG وكول أوف ديوتي، فال200T أنسب لك. معالج حديدي قوي، ماكو شيء اسمه حرارة ترتفع مثل S20FE، ولا اكو أداء يتغير. تردد شاشة من الأعلى بالعالم 144 هرتز، طبقة حماية من الأحدث وأحدث من الموجودة بالS20. وأيضا وإن كانت الشاشة LCD لكن في الجيمينج الـ200T كشاشة وعتاد أفضل. أصدقائي هذه كانت خلاصة جوابي لكم للفرق ما بين الS20FE والـ200T. أعتقد فسخت الS20FE بشكل كامل، وبرأيي خيار مثالي وما راح ينقصك أي شيء من عالم الفلاكشيب وياه. أصدقائي هذا كان كل ما عندي لهذا اليوم، وأشوفكم بالفيديو الجاي. في أمان الله.